سي حاج، عيون فرنسية تراقب هذا اللاعب. 26 سنة لاعب هادئ، 10 القيد مع لطيف جيريندو. محسن يتولي كرة رجوية صافي والهدف، يعني فريق الرجاء البيضاوي معروف عليه اللمسة الواحدة. فريق الرجاء البيضاوي للسنة الثانية على التوالي يشارك كأس العالم للأندية. لعبة فرق كبرى كأوكلاند سيتي، شطيبي سمسون تسرق هذه الليلة، شمس الدين شطيبي وشطيبي. كرة جميلة محسن ياجور الأسمراني، هداف هداف من الفترة محسن ياجور. كرة رجوية هاشمي وحمزة بورصو، ترمومتر ديال الفريق نقدر نقولوا حصان.